وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي الأدبي، مادة اللغة العربية. تم الاستعانة بنوتة الأستاذ أحمد فراج في الحل، تقدمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة شذا قادري. يغطي هذا التسجيل الدرس الأول القراءة التمهيدية من الوحدة الثالثة بعنوان الأدب المهجري. أولاً، نشأة الأدب المهجري. منذ أواخر القرن التاسع عشر شرعت مواكب المهاجرين العرب تنزح إلى المهاجر الأمريكية، ولا سيما من سوريا ولبنان، فعزى بعض الباحثين هجرتهم إلى طموح كامن في طبيعتهم منحدرا إليهم بالفطرة، من أجداد جابوا القفار وخاضوا البحار، وإلى ما اكتسبوه من مرونة وقدرة على التكيف السريع في أي محيط نزلوه. وذهب آخرون في تفسير عوامل الهجرة إلى العامل الاقتصادي، فقد عاشوا في ظل سلطنة عثمانية غاشمة توالت عليها حكومات استبدادية فاسدة استحلت الأرزاق ونهبت الثروات. وهنالك من رأى جور العثمانيين وما مارسوه من صنوف القهر والتعذيب بحق العرب سببا لهجرة المهاجرين الذين عز عليهم أن يعيشوا أسيري الظلم والعوز، فانطلقوا يبحثون عن الحرية والاكتفاء. وكان بين الذين نزحوا عن شاطئ البحر المتوسط إلى ضفاف العالم الجديد في المهاجر الأمريكية جماعة من الشباب الذين حملوا بين جوانحهم قلوبا متوسبة للحرية والإنصاف، وامتلكوا فكرا نيرا وخيالا خصبا. أولئك هم الأدباء المثقفون الذين شكلوا بنتاجهم الأدبي أدب المهجر. ثانيا، أبرز موضوعات الأدب في المهجر: الحنين والغربة. لا تكاد تقرأ ديوان شاعر مهجري حتى تطالعك هذه النغمة الحزينة الشاكية وتستوقفك أنات الاغتراب الرهيبة، إذ عانى المهجريون من غربتين، غربة في بلادهم وأخرى في مغترباتهم، حين ألقت بهم المراكب إلى شواطئ القارة الأمريكية ليجدوا أنفسهم غرباء ضائعين يحاصرهم فقر وقهر لا مهرب منهما. وهذا ما دفعهم إلى ترجمة تلك اللحظات البائسة في صور تزخر بالمرارة والأسى وتجلو خلجات القلوب المعذبة وتفجر ينابيع الحنين المترعة بمشاهد الطفولة وأطياف المرابع القديمة. وما كانت هذه الذكريات لتطفو على سطح الذاكرة لولا هذا البؤس الممض والإحساس بالضياع والغربة. لذلك ارتبط شعر الحنين في إبداعات المهجريين بما عانوه من قسوة الاغتراب التي ولدت هذه الأشواق المحتدمة في النفوس. وخير ما نستدل به على ذلك مشهد رواه شفيق معلوف يروي حكاية المغترب، مفصحا عن مشاعر الأم المترقبة لتتحول أحاسيسها إلى عذاب يضاف إلى آلام الاغتراب القاسية. شراع مد فوق الموج عنقا وراح يرود خلف الأفق أفقا، يقل فتى تبدى الشط جهما له فأشاح عنه الوجه طلقا، وغادر عند صخر الشط أما تذوب إليه تحنانا وشوقا، تراها الآب من سفر شراع ولم تشبعه تقبيلا ونشقا. البؤس والشقاء. من المهجريون أنفسهم بالرغد والرفاه عندما تكدسوا على ظهور المراكب التي قذفتهم على شواطئ الغربة، وسرعان ما خابت أمانيهم حين اصطدموا بواقع حالك لا يجدون فيه ما يسد الرمق ويمسك الحياة، ناهيك عما يتطلبه تحصيل الرزق من أعمال لا تحتمل ولا تطاق. وهذا ما أشعل جحيم المعاناة وفتح أبوابها الواسعة. وها هو ذا حسني غراب يترك حمص فرارا من الجوع والعوز ليجد نفسه أمام معاناة أشد وطأة وأضيع منه وهو في مدينته، حتى بات يستجدي الموت لإنهاء مأساته فيقول: زورقي تائه وزادي قليل وشراعي بال ونجمي خابي، كلما لاح لي بريق رجاء أوصد اليأس دونه كل بابي، إن في الموت راحة من عناء ونجاة من حيرة واضطراب. القومية والإنسانية. ترعرع أدب المهجريين في بلاد صاخبة فرضت على المغرب عزلة روحية، فكان ذلك الأدب زفرة معذب باحثا عن الخلاص والسعادة المفقودة لا يجد ما تطيب له النفس إلا في رحاب بلاده، الأمر الذي فجر كوامن الاعتزاز والانتماء للوطن. وتجلت هذه الكوامن في صور شتى نحو ما جاء على لسان إلياس فرحات:
دار العروبة دار الحب والغزل، هاجرت منك وقلبي فيك لم يزل. العرب واقفة يا شمس فانطفئي، والعرب زاحفة يا أرض فاشتعلي. بيد أن هذا النزوع القومي لم ينسي أولئك الشعراء رسالتهم الإنسانية، رسالة الشرق إلى العالم أجمع، بما تحمله من محبة وإيخاء وتطلع إلى حياة مثلى لا حروب فيها ولا خصام، يسودها العدل وتتوجها الغبطة، ينعم فيها الإنسان بالخير والفضائل والجمال، بعيدا عن ضجيج الحياة وصراع بنيها ولهاسهم خلف رغباتهم المضطربة وأهواءهم المتصارعة في عالم مادي جاف لا روح فيه. وذلك ما يمكن تلمسه في قول إيليا أبي ماضي: يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت مثلي من السرى وإليه، فلماذا يا صاحب التيه والصد. ثالثا، مدارس الأدب في المهجر وخصائصها. ولد في رحاب المهاجر الأمريكية أدب مهجري انقسم أدباؤه فئتين: فئة المهجر الشمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفئة المهجر الجنوبي في أمريكا الجنوبية ولا سيما في البرازيل، وقد ظهرت الفئتان في وقت واحد مع بداية القرن العشرين، وأسهمتا في إغناء النتاج المهجري وثرائه. وقد شكل الأدباء في المهجر الشمالي الرابطة القلمية، أما أدباء المهجر الجنوبي فشكلوا العصبة الأندلسية. أولاً الرابطة القلمية، ولدت عام 2900 ميلادي في مجلس انضم أدباء سوريين وآخرين لبنانيين، وكانت الغيرة على الأدب العربي تلتهب في نفوسهم، والأسف على حالته المؤلمة يؤرق قلوبهم، لذا حاولوا التماس السبل لإقالته من عثرته الطويلة وجموده الثقيل، وسرعان ما التأمت الآراء على استحسان فكرة الرابطة والسعي إلى تحقيقها. وقد أسس تلك الرابطة نخبة من الأدباء، منهم نسيب عريضة وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي وعبد المسيح حداد وغيرهم، ونشروا نتاجهم الأدبي في جريدة السائح لصاحبها عبد المسيح حداد، التي حملت للوطن العربي ثمار قرائحه اليانعة. وقبل السائح كانت مجلة الفنون لصاحبها نسيب عريضة ميدان أقلام أعضاء الرابطة، ولكنها احتجبت قبل نشوء الرابطة. امتاز أدباء المهجر الشمالي بالتحرر من كل تأثير للقديم في الفهم والنتاج الأدبي، وقد ترك أدبهم أثره البعيد في الأدب العربي الحديث في فتح الطرق أمام الأقلام الشرقية، لتكتب أدبا متحررا لا يستعبده التقليد، يعنى بالمعاني والفكر الكبيرة، ولا يتقيد بالسفاسف التي تكبل أجنحته وتحرمه التحليق والسمو. ثانيا، العصبة الأندلسية. تأسست عام 3900 ميلادي على يد نخبة من ذوي المواهب الأدبية مثل ميشال معلوف رئيسا، وداوود شكور، ونظير زيتون، ونصر سمعان، وحسني غراب وغيرهم. وقد انضم إليهم مجموعة من أقدر الشعراء والأدباء، ومنهم جورج صيدح وزكي قنصل ورشيد سليم خوري القروي وإلياس فرحات وآخرون. وأصبحت العصبة الأندلسية رابطة عظيمة الأهمية لأدباء المهجر الذين نشروا في مجلة العصبة نتاجهم الإبداعي. غلبت على نتاج العصبة الأندلسية في طابعها العام نفثات القومية الحماسية والنزعة العربية الخالصة، وجرى أصحابه على المحافظة على الديباجة العربية المشرقة والجزالة اللفظية، وقد استمد وحيه من الواقع العربي في الدرجة الأولى ومن الحياة والتسامي الفكري في الدرجة الثانية، على حين أن الأدب العربي في الولايات المتحدة الأمريكية المهجر الشمالي كان في طابعه الرئيسي وجدانيا إنسانيا صوفيا ينزع إلى الانعطاق الروحي والاجتماعي. ولعل الفرق بين الطابعين الشمالي والجنوبي يعود إلى عدة أسباب، من أهمها اختلاف البيئة، فالمهاجرون وجدوا أنفسهم في الجنوب بين أقوام لا يفوقونهم رقيا وتطورا وعزما، فكان ذلك وراء تفاخرهم بماضيهم ومآثرهم، ولم يتيسر ذلك في الشمال، إذ هالتهم الحضارة الأمريكية بنظامها وتفوقها المادي، فدفعهم ذلك برغم إكبارهم إياها إلى التنديد بالمادية والتفاخر بروحانية الشرق. الاستيعاب والفهم والتحليل. السؤال الأول:
اذكر الآراء التي ذهب إليها الباحثون في تفسير هجرة المهاجرين العرب إلى المهاجر الأمريكية. الجواب: عزى بعض الباحثين هجرتهم إلى طموح كامن في طبيعتهم، منحدرا إليهم بالفطرة من أجداد جابوا القفار وخاضوا البحار، وإلى ما اكتسبوه من مرونة وقدرة على التكيف السريع في أي محيط نزلوه. وذهب آخرون في تفسير عوامل الهجرة إلى العامل الاقتصادي، وهنالك من رأى جور العثمانيين وما مارسوه من صنوف القهر والتعذيب بحق العرب سببا لهجرة المهاجرين. السؤال الثاني: تحدث عن أثر كل من العامل الاقتصادي ومظالم العثمانيين في هجرة المهاجرين. الجواب: ذهب بعض الباحثين في تفسير عوامل الهجرة إلى العامل الاقتصادي، فقد عاشوا في ظل سلطنة عثمانية غاشمة توالت عليها حكومات استبدادية فاسدة استحلت الأرزاق ونهبت الثروات، وهنالك من رأى جور العثمانيين وما مارسوه من صنوف القهر والتعذيب بحق العرب سببا لهجرة المهاجرين الذين عز عليهم أن يعيشوا أسيري الظلم والعوز، فانطلقوا يبحثون عن الحرية والاكتفاء. السؤال الثالث: ما العوامل التي أدت إلى بؤس المغربين وشقائهم؟ الجواب: من المهجريون أنفسهم بالرغد والرفاه عندما تكدسوا على ظهور المراكب التي قذفتهم على شواطئ الغربة، وسرعان ما خابت أمانيهم حين اصطدموا بواقع حالك لا يجدون فيه ما يسد الرمق ويمسك الحياة، ناهيك عما يتطلبه تحصيل الرزق من أعمال لا تحتمل ولا تطاق، وهذا ما أشعل جحيم المعاناة وفتح أبوابها الواسعة. السؤال الرابع: استنتج من النص مظهرا لكل من الانتماء القومي والنزوع الإنساني. الجواب: الانتماء القومي الاعتزاز بالوطن في الغربة، النزوع الإنساني رسالة شعراء المهجر، وهي رسالة الشرق إلى العالم أجمع بما تحمله من محبة وإيخاء وتطلع إلى حياة مثلى لا حروب فيها ولا خصام، يسودها العدل وتتوجها الغبطة، ينعم فيها الإنسان بالخير والفضائل والجمال. السؤال الخامس: انقسم أدباء المهجر فئتين، وضح كل منهما. الجواب: فئة المهجر الشمالي في الولايات المتحدة الأمريكية وفئة المهجر الجنوبي في أمريكا الجنوبية ولا سيما في البرازيل. السؤال السادس: اذكر الدوافع التي دفعت أدباء الرابطة القلمية إلى إنشائها. الجواب: كانت الغيرة على الأدب العربي تلتهم في نفوسهم، والأسف على حالته المؤلمة يؤرق قلوبهم، لذا حاولوا التماس السبل لإقالته من عثرته الطويلة وجموده الثقيل، وسرعان ما التأمت الآراء على استحسان فكرة الرابطة والسعي إلى تحقيقها. السؤال السابع: ما سمات الإنتاج الأدبي لأدباء الرابطة القلمية وما أثره في الأدب العربي الحديث؟ الجواب: كان أدبا متحررا لا يستعبده التقليد، يعنى بالمعاني والفكر الكبيرة ولا يتقيد بالسفاسف التي تكبر أجنحته وتحرمه التحليق والسمو. السؤال الثامن: بما امتاز شعر أعضاء العصبة الأندلسية؟ الجواب: غلبت على نتاج العصبة الأندلسية في طابعها العام نفثات القومية الحماسية والنزعة العربية الخالصة، وجرى أصحابه على المحافظة على الديباجة العربية المشرقة والجزالة اللفظية، وقد استمد وحيه من الواقع العربي في الدرجة الأولى ومن الحياة والتسامي الفكري في الدرجة الثانية، على حين أن الأدب العربي في الولايات المتحدة الأمريكية المهجر الشمالي كان في طابعه الرئيسي وجدانيا إنسانيا صوفيا ينزع إلى الانعتاق الروحي والاجتماعي. السؤال التاسع: يعود الفرق بين الطابعين الشمالي والجنوبي إلى اختلاف البيئة، وضح ذلك من فهمك المقطع الثاني. الجواب: لعل الفرق بين الطابعين الشمالي والجنوبي يعود إلى عدة أسباب، من أهمها اختلاف البيئة، فالمهاجرون وجدوا أنفسهم في الجنوب بين أقوام لا يفوقونهم رقيا وتطورا وعزما، فكان ذلك وراء تفاخرهم بماضيهم ومآثرهم، ولم يتيسر ذلك في الشمال، إذ هالتهم الحضارة الأمريكية بنظامها وتفوقها، فدفعهم ذلك برغم إكبارهم إياها إلى التنديد بالمادية والتفاخر بروحانية الشرق.